ما يرضيك أمانا توفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح بين إخواننا، اللهم أصلح بين أزواجنا وزوجاتنا وآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح أطفالنا، اللهم أصلح بناتنا وبنات المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعلهم ممن يقرؤون كتابك ويعملون بطاعتك ويستمعون بسترك يا رب العالمين. وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن كان له حقا علينا ولسائر المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله الله